كان أحمد عرابي كما عرفنا قبل حرب أكتوبر هو زعيم الفلاحين، وبعد حرب أكتوبر أصبح أحمد عز زعيم الفلاحين وزعيم العمال وزعيم الفئات. تغيرت الدنيا. رأيت الإسرائيليين يفرون أمام الجند المصري في ميدان القتال، ورأيت المصريين يفرون أمام الجند المصري في ميدان التحرير. جمعت بين المنظرين. نزلت من معبر 48 الملتهب إلى أتوبيس 62 المزدحم من العسكري إلى المدني لأشاهد المنظر وأتابع الصورة. وقد بدأت القصة عندي عقب حرب أكتوبر بفترة وجيزة. وفي شارع الشواربي بالتحديد اختلف بائع مع وكيل أول وزارة الكهرباء. في هذه الفترة كان لا يزال موظف الحكومة له هبته ورونقه. اختلف البائع مع وكيل الوزارة فلكمه وألقاه أرضا ومات في شارع الشواربي. نحن كمثقفون إزاء هذه اللقطة عقب حرب أكتوبر توقعنا أن الدولة سوف تسقط أمام الانفتاح، أمام طوفان الانفتاح، كما انهزمت الدولة في شارع الاستيراد والانفتاح. أصبح الشواربي رمز وتوارت الدولة، وهو ما حدث مع الأسف مع الكثير من الأراضي المحررة. رأيت بعيني كثيرا من الأراضي شرق وغرب القناة تتحول بعد أشهر قليلة إلى بوتيكات ومحلات لبيع الملابس. لازلنا نناقش لمن دقت أجراس أكتوبر ومن جنى الثمار. اقترب جهاز الرقابة الإدارية من الأراضي على ضفاف القنال، ولاحظ أنها كونت لها جمعيات وشركات وهمية بأسماء كبار رجال الدولة وأنسبائهم وأقاربهم. فتدخل جهاز الرقابة الإدارية وذكر في مذكرة رسمية أسماء كبار الرجال في ذلك الوقت، فتم معاقبة الرقابة الإدارية وليس من يريد أن يستولي على الأرض المحررة. تم معاقبتها بإلقاء ملفاتها من النوافذ ومن البلكونات وتسريح موظفيها وضباطها. عاقبوا العمال، عاقبوا الفلاحين، عاقبوا الأجهزة الرقابية، وفتحت البلاد على أبوابها لتدخل كل التيارات. هذا هو الدرس الذي نرجو ألا يتكرر، ألا تدق الأجراس لمن لا يستحق، لغير أصحاب النصر، لغير قادة الحروب وأفرادها. هذا هو الدرس الذي نتمنى ألا يتكرر، ثم نبكي فيما بعد ونتساءل لمن دقت أجراس الثورة. أقول هذا الدرس حتى نتعظ في مقبل الأيام ونحن نتعامل مع هذه الثورة.